النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومع عدد من الوزراء والمسؤولين لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر، مع التركيز كمان على مستقبل هذه الصناعة، صناعة السيارات والأوتوبيسات الكهربائية اللي هي تعتبر صناعة قادمة وبقوة في مصر. السيد الرئيس في الاجتماع وجه بضرورة أن يكون في تركيز على ما هو قادم في الصناعة دي اللي المفروض بيعود عليها علشان تعتبر طبعا شكل جديد للطاقة، شكل جديد للصحة، للبيئة، وبتتمثل طبعا في انه العربيات هتبقى كهربائية، الاوتوبيسات، وسائل النقل، وده بيتم بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وبنجاح في المجال ده واللي ليها تجربة وقدمتها في دول اخرى. احنا بقى النهاردة بنستفيد من هذه التجربة، من هذه الخبرة في مصر. ووجه الرئيس ايضا بضرورة ان احنا يكون عندنا احدث ما تم الوصول لي من التكنولوجيا العالمية في موضوع السيارات الكهربائية ووسائل النقل الكهربائية. ووجه أيضا السيد الرئيس في هذا الاجتماع على ضرورة إنشاء مركز إقليمي يكون المركز ده خاص بصناعة السيارات دي، السيارات الكهربائية داخل مصر. مصر مش بس هتستفيد من الخبرة وتطبقها، لا، هي كمان هتبتدي تتعلم إزاي تنتج وإزاي تنفذ على أرض مصر السيارات الكهربائية، وفتح مجال التصدير طبعا لكل دول المنطقة، وطبعا يؤخذ في الاعتبار العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلا من البنزين وعوادم السيارات والمشاكل الصحية اللي بنمر بيها. ازاي ممكن ان احنا نستفيد زي ما الناس في العالم بتستفيد من التكنولوجيا، من التطور، من كل ما هو جديد في مجال وسائل النقل ونطبقه عندنا، بيتقدمها طبعا ايه السيارات الكهربائية.